الطريقة عملتها مشان أول شيء يفيد العالم واستفيد أنا بالأول شيء. هلا هاي الطريقة قديمة كتير. أنا لما كنت بزمان بالمدرسة بصف السابع بتذكر في درس وقتها أجانا بهاي الطريقة، ولما صارت معنا هاي الأزمة وانقطع الغاز وصارت يعني بصعوبة جدا نجيب الجرة، لهيك اخترعتها ونجحت معي. عبارة عن إن شاء الله 300 جرام بس فقط قطرونة وبرادة ألمنيوم. البرادة فينا نستخرجها من علب البيبسي أو عن جماعة الطورنو، بس البرادة حطيناها في الجرة. بده يكون جرة طبعا مغرقة الأحكام 100%، والأفضل يكون الجرة فيها ساعة ضغط.